هاي الوصفة ممكن تستفيدوا منها لأكثر من شغلة. يعني إذا عملتوا الباذنجان بهاي الطريقة بتقدروا تضيفوه مثلاً لصوص بندورة، تحشوه لحمة، يعني بتقدروا تتفننوا أكثر بالحشوات. أنا اليوم حبيت أقدمه على طريقة مقبلات أو سلطة. جبت الباذنجان، دهنته بزيت الزيتون والملح والفلفل وشويته على شواية الخبز. بعدين عملت حشوة مكونة من جبنة المراعي الكريمية المربعات، أضفت لها جبنة بارميزان، وأضفت لها بندورة كرزية وأعشاب مشكلة مثل الزعتر والريحان والنعنع، وبعدين أضفت لهم نقطة فلفل أسود، وهيك صارت جاهزة. خلطنا كل هاي المقادير وبندورة مجففة حكيت بالضبط، وحشيناها جوا الرولات وقدمناها على شكل سلطة بعد ما أضفنا لها زيت الزيتون والملح والليمون. أول إشي بدنا طبعاً باذنجان حبة كبيرة اللي هو الكلاسيك منقوله، بدنا زيت زيتون، بدنا 400 جرام جبنة كريمية من المراعي، بدنا جبنة بارميزان، هاي اختيارية بتقدروا تحطوها بتقدروا لا، بدنا ريحان، نعنع طازة، نحتاج كمان لزعتر، بندورة مجففة، شوية خضار ورقية وبندورة كرزية، هذا كله للتزيين. فخلينا مع بعض نبلش نحضر بوصفتنا. الباذنجان اللي أنا مستخدمته أستاذة هو هذا الباذنجان اللي هو بنسميه الكلاسيك. أوكي، بفضل هذا الطول وهذا الكسم، يعني في منه أي نعم طويل بس بيجي ناصح مكلبز مكلبز، فما بزبط لهاي الوصفة. هاي الوصفة بدي اياه يكون طولي حتى نقدر نقصهم ونعملهم بهذا الشكل. حلو. هو الباذنجان اشكال الوان احجام، فخليني افرجيكم شو رح نعمل هلا. بس ناخذ جزء من هون وجزء من هون. طبعا هاي الاشياء بنقدر ما نتخلص منها، بتقدر تحطوها بمنزلة واتيفر ايش ما بدكم. هلا شوفوا شو بدي اعمل. كيف بتريح ست البيت، تقدر تمسكيها بهاي الطريقة وتقدر تمسكيها بهاي الطريقة. انا رح افرجيكم بس اجمالا انا كيف بدي الربع. هذا برضو من الاشياء اللي رح اضيفها لو عملت اشي تاني، طبق تاني، لانه انا بدي اياهم هلا يكونوا هيك بهذا الرفع. رفعتي. اوكي اوكي، خلينا نعمل كمان واحدة. كل ما قربنا للنص بتصير الحجم احلى، يعني بصير المنظر أزبط. فإذا مثلا بدكم تعملوا كمية بدكم تطولوا بالكم، بدكم تجيبوا لكم شيء 4-5 حبات حتى يطلع معاكم كله تقريبا بهذا الشكل بهذا العرض. شوفوا أنحف من هيك رح تتمزع معاكم طبعا، وأعرض من هيك مش رح تتمزع معاكم، والعكس تماما. من هيك ما رح تعطينا النتيجة اللي بدنا إياها باللف لما بدنا نلفها. مزبوط. فهلأ شو بدنا نعمل يا جماعة؟ كتير الموضوع بسيط وسهل وما فيه أي تعقيد. كل اللي بدنا نعمله هو يعني اجمالا، دائما احنا بنقول مثلا الباذنجان لو بدنا نستخدمه لمقلوبه او غيره من الاكلات بنرشه بالملح بنحطه على المصفاي، ما في داعي لهذا الشيء، رح نعمله سريعا جدا. رح نتبله بشويه زيت زيتون، اوكي، وشويه ملح وفلفل، وانتم الكم الخيار، يا اما بتشووه بالفرن يا اما بتعملوه على شوايه السندويشات او الخبز او حتى في المقله اللي بيعطيكم الخطوط على عين الغاز برضه بصير. فأنا ما رح أقيدكم بصراحة، أنا جايبته مشوي، أنا عملته على شواية السندويشات لأني عملته في مطبخ رؤية أكثر من مرة. روان أوكي. عملته مرة حشيته بصلصة إيطالية وكذا، فبتلاقوا إذا بدكم تشوفوا. بس هي إجمالا كل اللي عملته أنه كل حبة عملت فيها هيك، حطيت عليها شوية ملح، شوية فلفل، وشوية زيت زيتون، أنا بحب نكهة زيت الزيتون، وجبنا شواية هالسندويشات حميناها وحطينا الباذنجان فيها بالضبط 7-8 دقائق لحديت ما يعطينا هاي النتيجة. وعلى فكرة هدول شويتهم من مبارح، فبتقدر ست البيت تختصر هاي الخطوة وتعملها من قبل بوقت إذا كان عندها عزيمة، عندها جمعة ما رح نقيدها أو نغلبها كتير. فبتقدر تعملي كل كمية الباذنجان بتحطيه بالتلاجة، بتحطي بينه ورق الزبدة أو نايلون حتى يضله كله مفصول عن بعض بطريقة صحيحة، وبعدين رح نبدأ الشغل فيه. فهلأ رح نحط الباذنجان على جنب ونبدأ نعمل خلطة الأجبان اللي عنا. زي ما حكينا احنا اليوم مستخدمين، خليني افرجيكم، جبنة المراعي المربعات هاي. انا هاي الجبنة لازم تكون بحرارة الغرفة حتى تعطيني هاي النتيجة وتطلع معاي بهذا القوام. رح أضيف لها يا جبنة بارميزان، يا إذا عندكم أجبان تاني حابين تضيفوها بصير، ما رح أقيدكم كتير بالأجبان. بندورة مجففة. هاي بندورة مجففة بزيت الزيتون ولا بزيت الزيتون؟ بزيت الزيتون. شوية زعتر. أوكي، رح أضيف شوية ريحان، رح نفرمه يعني خشن مش كتير ناعم بس هيك عشان ينخلط مع الخلطة. يمي يمي يمي، كتير زاكية الوصفة. شوية نعنع، بتقدروا تستغنوا عن إحدى خلينا نحكي إحدى الأعشاب، يعني بتقدروا تحطوا بس زعتر ونعنع للي ما عنده ريحان، لأنه أكيد المعظم رح يقول لي ما عندنا ريحان.
أو مثلاً يعني ما تخافوا من فكرة إنه ممكن يمرمر مع بعض الأنواع المختلفة. لا مش رح يمرمر. بالوصفات الإيطالية النعناع برضو بدخل، مش إنه بس الزعتر والريحان. فهلأ رح نضيف شوية زيت زيتون، ورح أحط شوية فلفل أسود، ما رح أحط ملح لأنه نسبة الملوحة جيدة أول إشي بالجبنة، ثاني إشي بالبندورة المجففة أيوة لأنها مالحة، فما بدنا نضيف كمية، بس بدنا نخلط هاي المقادير كلها مع بعض عشان نبدأ هلأ بالشغل وأفرجيكم شو رح نعمل فيه. نوع من أنواع المقبلات الزاكي اللي رح تنبسطوا عليه تقدموه بحفلاتكم، بفيهاتكم، غداياتكم، أو حتى لنفس أهل البيت. يعني حلو إنه مرات نعمل سلطات مختلفة. صح. شوفوا هلأ هون رح أحط بس زيت زيتون، ورح أحط معاه عصير ليمون. أوكي، هذا زي دريسنج خفيف رح أعمله فوق الرولات، يعني بعد ما نحطهم ونحشيهم، وشوية ملح صغيرة بس، ما رح أعجق أبداً لأنه كل النكهات إحنا ماخدينها بهالحشوة الغنية اللي عنا إياها. هلأ شوفوا الرولات في عندكم سايدين رح يكون، بجوز تلاقوا إشي لونه مشوي أكتر من الثاني، فإحنا إيش بدنا نعمل؟ بدنا ناخد اللون الحلو لتحت. أوكي، اللون الحلو لتحت لأنه لما نلفه بدنا إياه يبين، وبرضه ناخد العرضي. يعني هلأ إحنا عنا حبة الباذنجان هون أعرض من هون، فأنا بدي العرضي عندي وبعدين أروح لقدام على الأرفع. أوكي، رح أخذ جزء من هاي الخلطة. شوفوا هي بتكون أصلاً متماسكة روان، شايفة 100% كيف؟ أها، بينة إنه الأجبان كلها متماسكة. بنحطها بالوسط بهاي الطريقة، بي ما أسكاها شو، وبنبدأ منلف بالباذنجان بهاي الطريقة. هاي لحالها هيك بتتاكل، أسكى إشي في الدنيا للي بحب الباذنجان. في ناس ما بحبوه، اللي بحب الباذنجان رح ينبسط. شايفين هاي مفتوحة شوي بس برضه رح أشتغل فيها، مش رح تأثر. طبعاً إحنا عاملين لأنه كمية كبيرة، صح، محضرين من الفجر كمية جيدة. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، نوزعها هيك شايفين، ومن العرض يعني من المنطقة العريضة للأرفع منلف الرول ونحطه هون. هاي كمان واحدة عشان تشوفوا مظبوط. يم، شكله بشهي. وزي ما حكينا بتقدروا تستغنوا عن واحد من الأعشاب اللي عنا إذا ما عندكم إياه. صحيح. طيب طيب شوفي قد إيه بسيط. هلأ روان، في عنا طبق جاهز جنبك منه، الله يرضى عليكي تعطيني إياه. يلا، إيش بدك طبق؟ هناك الجاهز عشان نضيف هدول لإلهم. يلا ونكمل التزيين. شكراً يا رورو، شكراً يا أستاذة. فإذاً هلأ وصفتنا الأولى لليوم صارت جاهزة. وين البندورة؟ هاي البندورة الكرزية عشان بس نعطيها هيك غنى أكتر للصحن. حسيت حالي لابقة مع الصحن أنا، غير شكل صح؟ عن جد شايفين؟ بس هيك منوزعهم بأي شكل بدكم إياه. رح أحطها هون. أحلى التقديم عن جد، هاي العين اللي بتتاكل طبعاً. بعدين تخلي كل واحد خلص باخد تبعته، خلص بتنجانته وبيروح فيها. بتنجانته اللي انفتحت معي هيها ما رح نحطها، رح نحط الأصغر. هاي بناكلها هلا بالفاصل انا. مدوقه عشان اقول لكم راينا مش عشان إشي. شايفين شو بسيطه الوصفه؟ قديش بسيطه بس قديش منظرها حلو. هاي الدريسنج اللي عندنا، بس خليني شوي اخفقهم مع بعض. زي ما قلنا، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح، بس تقدروا تحطوا نقطه خل، بس ما في داعي لانه عن جد كل الطعم غني جدا بداخل الرولات. يامي.